اسمعوا باش تفهموا باللي الامور اخطر من ما نتصور، اخطر بكثير مما نتصور. اسمعوا هذا النائب شنو يقول حول ما يحدث من تجاوزات في مديريه الجمارك اللي هي تبعت لك. عندنا متعامل اقتصادي جاب 10 تاع لي كونتينر تاع الحمص. هذا المتعامل الاقتصادي شراها من تركيا، خرجت من تركيا في ديسمبر 2022 ودخلت ميناء وهران في 21 جونفي 23. في 9 فيفري خرج لنا وزير التجارة رزيق قال لك ممنوع استيراد البقوليات هذه. شو الذنب تاع هذا المستثمر؟ راه عنده 10 تاع لي كونتينر من تاريخ 21 جونفي راها في ميناء وهران راها قاعده تبيريما. شوف دخل النائب رشيد شرشار مع السيد وزير التجاره، وزير التجاره دار مراسله لمديريه املاك مديريه الضرائب باش يرفعوا الحجز على هاد لي كونتينر، ما بغاوش. دخل السيد الوالي مع المدير الجهوي تاعك تاع الضرائب، ما بغاوش. تاع الجمارك، ما بغاوش. راه عندي مراسله هنايا من المفتشيه تاعك تاع الجمارك باش يطلقوا لهاد السيد لي كونتينر تاعه، ما بغاوش. معليش الفيديو طويل راكم سمعتوه، ممكن ولا تقدروا توجدوه في الاخر، يعني توجدوه في الفيسبوك. يعني المشكل انه واحد جايب الحمص الوهرن، والمعروف انه في وهران، انا من بكري من التسعينات ملي نروح لوهران قبل، في وهران الناس في وهران ياكلوا، يحبوا ياكلوا بزاف الحامي، كرنطيطه يسموها الحامي. تلقى في المارشي تاع وهران في السونتر تلقى طوابل تاع الحامي، الناس تاكل، تحب تاكل الكرنطيطه خاصه في السخانه، يحبوا ياكلوا كرنطيطه بنينه ورخيصه، ساندويتش تشبع، ساندويتش بكري ب 1000 درك ممكن ب 10000 ولا 10000، تضرب فيها ساندويتش تاع كرنطيطه بالهريسه شويه كمون، تضرب فطور تغدى بيان بيان وجراح الزواوله. كاين عائلات في وهران عايشين من الكرنطيطه، ياكلوا كرنطيطه، كرنطيطه ياكلوها، والناس كل كراو كرنطيطه. انا كليت كرنطيطه في وهران الحامي، تقول له اعطينا ساندويتش الحامي ولا مورسو كاري هكذا تاع حامي تاكل، حسدوا فيها. نو ما لازمش ياكلوا كرنطيطه. علاش ما لازمش ياكلوا كرنطيطه؟ باش الشعب يحس بالفقر والجوع وبدا ويهيج. مخطط 2019، مخطط تجويع الشعب، حسدوهم حتى في الكرنطيطه. الكرنطيطه جزء لا يتجزأ من مخطط تهييج الشعب. الشعب لازم يهيج، ما يلقاش واش ياكل، يروح ياكل الحوت غالي، ياكل كذا غالي، من بعد كرنطيطه غاليه ما كاش. كرنطيطه اللي هي ارخص ساندويتش في العالم، في الجزائر حتى في مارساي تلقى الجزائريين يبيعوا كرنطيطه رخيصه 2 اورو، تاكل كرنطيطه وتشبع، تشبع بها، تضرب فيها ساندويتش كرنطيطه وكاس تاع قرع حمود ولا كاس كوكا كولا راك تغديت. قال لك ما كاش كرنطيطه. واحد متخصص يجيب الحمص، ماهوش يجيب الكوكايين، ماهوش يجيب الكوكايين ولا يجيب مش عارف ناس سلاح ولا يجيب الذهب ولا لا، يجيب حمص. جاب الحمص قالوا لا ممنوع، 10 بابر ارميهم في البحر. المشكل انه حتى وان كان استيراد الحمص ممنوع، من المفروض يمنع ابتداء من يوم صدور القرار. وش معناتها؟ معناتها اسمهم عقود الشراء ولي بوت كوموند اللي صراو قبل صدور القرار غير معنيين، لانه المنع ليس بأثر رجعي. المنع قال مثلا صدرنا القرار اليوم لو 3 اكتوبر، قال ممنوع البنك الخارجي الجزائري ممنوع من 3 اكتوبر يحول اي اموال لشراء الحمص او اللوبيردس، ممنوع. معناتها اي معامله تمت يوم 2 اكتوبر اللي هي البارح تعتبر قانونيه في المنطق والقانون. اي معامله صارت البارح الاثنين خلاص قانونيه، معناتها مولاها يجيبها بعد شهر بعد شهرين تدخل، لان المعامله صارت قبل صدور القانون. لكن هما لا، كيحبوا يذكروا في الناس وحبوا يهيجوا الناس، مام شريتها شهر قبل صدور القانون ما تدخلش. المهم انا قلت ما تدخلش ما تدخلش. تعسف، ظلم، حقره، وتهييج الشعب، سوء التسيير. واحد اللي مش قادر يسير الحمص ومش قادر يسير شكار تاع حليب
ازمه تاع شكاره تاع حليب، واحد اللي قالهم نوصلوا اللحم 80000 الكيلو، الناس كانوا يحسبوا راهو يهضر على اللحم تاع البقري ولا تاع الخروف 80000، فرحانين وقتاش يولي يسوي 80 يخرج لهم الدجاج ب 80. ايه او حنا قلنا اللحم تاع الخروف، لا لا انا كنت نقصد لكم تاع الدجاج، ما تفهموش، انا قلت لكم سياستي وبرنامجي والمخطط تاعي هو اني نوصل لكم اللحم 80000 وفيد بالوعد نتاعي. هاو ب 80000 دجاج ولا ب 80000، لما كان اللحم البقري ب 100000 ولا الغنمي ب 100000 والدجاج كان ب 30000، وعد انه اللحم البقري يهبط يولي 80000، صار العكس، لحم الغنمي والدجاج فات ال 200 البقري والغنمي فات ال 200 والدجاج اللي كان ب 30000 35 ولا 80000، وصل 80000 65 70 في بعض الاحياء الراقيه تلقى ب 80000. من بعد كيقول لك رانا وفرنا للشعب والدنيا هانيه وسياستنا راهي ماشيه بيان، واش من سياسه؟ لا سياسه داخليه، لا سياسه خارجيه، لا سوق امك، لا كروسه، لا كذا، الدنيا واخده كاع راحت، كان والو، ماناش رابحين في حتى حاجه كاع، ربحنا في والو، المشكل انه كذا شركه الماليه رحم سكرنطيطه كذا مش عارف. عندي امور اخرى حاب نتكلم عليها لكن مانيش حاب نزيد نوجع لكم قلوبكم ونمرضكم، فقط اكد لكم ان مخطط جماعه رشاد الارهابيه بالتنسيق مع جماعه هذو الرابطه الاسلاميه للدعوه والجهاد لجماعه علي بن حجر ومع علي الزاوي في نيوزيلندا ومع جماعه في الحموشي في المروك ومع جماعه ثعبان الأقرع في بريطانيا ومع أنور هدام في أمريكا، هذا المشروع هو مشروع يعني هو امتداد لمشروع 1992 الذي لم ولن يتوقف، يعني ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم وما سيحدث غدا هو جزء لا يتجزأ من المشروع المتكامل، هو مشروع إقامة دولة إسلامية في الجزائر، وهذا المشروع ليس مشروع جزائري، هو ليس مشروع لبلحاج او مشروع ثعبان الاقرع او مشروع دهينه او مشروع انور مالك اسمه انور هدام او مشروع انور مالك معاهم او مشروع رقاص العيون او مشروع علي بن، هذا ليس مشروع جزائريين، هؤلاء الجزائريين عباره عن ادوات بسيطه لتنفيذ المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني الذي تتداخل فيه اطراف كثيره خارجيه فرنسية بريطانية أمريكية سويسرية مغربية صهيونية، يتحكم فيه المحفل الصهيوني العالمي الذي يهدف إلى نقطة أساسية وهي تقسيم المقسم،